بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، مشاهدي الأعزاء في كل مكان، مرة أخرى مع حضراتكم متواصلين، وشوطنا الخامس يندفع على بركة الله، ونبدأ مع أسماء جديدة شاركت في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نهني الفائزين بالأشواط الرئيسية، ونهني كل من حصل على الناموس في هذا الصباح، في صباح الشحانية وانطلاقات الشحانية وتحديات الشحانية. هذا هو شوط خاص بالإبكار، وهذه الطيارة ضيفة الميدان على الصدارة والمقدمة مع شعار ضيف الميدان، سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي القادم من المرموم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بينما المركز الثاني وجود غيبة على المركز الثاني، عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي هو المحتل المركز الثاني مع غيبة، تليه مباشرة بشاير حسن بن حمد بن راشد النعيمي، والمركز الرابع شعار ابو راشد ملحان بن حبيب المري. هذه العزوم على المركز الرابع. والمركز الخامس شوق على المركز الخامس، ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذه الأسماء أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة. الستة كيلومترات اليوم حاضرة، الستة كيلومترات والمسافة المقررة هنا في ميدان الشحانية وفي ميادين دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بسن الجذاع. نعم، مسافة الستة كيلومترات هي المسافة التي سننطلق وسنستمر معها حتى الختاميات، حتى العام القادم أيضا. هي مسافة قررت رسميا من قبل اللجان المنظمة على سباقات الهجن في دول الخليج، إن مسافة الستة كيلومترات هي مسافة كحد أعلى لسن الجذاع. نبدأ من الأربعة كيلو، بعد ذلك الخمسة كيلو، ونستمر حتى ستة كيلومترات، ونتواصل في مسافة الستة كيلومترات. يعني التوقيت مطلوب، التوقيت مطلوب الأميز، التوقيت الأميز هو من سيحدد من هي الأفضل. التوقيت هو من سيحدد التي ترشح في الختاميات وتملأ كفتها ورصيدها بالترشيح من قبل ملاك الهجن والمتابعين عبر القنوات المتابعة، وعبر أيضا التويتر. ناس تتابع بالتويتر، نحييهم ونصب عليهم بالخير، المتابعين في كل أقطار الخليج العربي من يحبون هذه الرياضة العربية الأصيلة. إذا أعود معكم بعد هذا الفاصل لمجريات الشوط، أعود لأشاهد التغيير وأشاهد ما يدور مع حضراتكم في هذا الشوط المميز المليء بالهجن السبق المعروفات من هجن أبناء القبائل. هذه الطيارة لا زالت هابطة ومحتلة المركز الأول، وللحين ما طارت، للحين ما طارت الطيارة. هذا سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي هو المسيطر والمحتل للمركز الأول، تليها غيبة. غيبة هذا الشعار الجميل، شعار المحشادي، يا سلام كم هو جميل، الذي يحمل في طياته، يحمل هذا الشعار، يحمل هذا الشعار الكثير والكثير لمحبي دولة قطر. نعم، ومن طول الغيبات جاب الغنائم يا المحشادي، وهذا أكبر غنيمة هذا الشعار. الله 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 الله. المركز الثالث، هذه مهمة، وهذا دخول مهمة الخطير عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وهذه مهمة صعبة 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 للغاية يا المنصوري، صعبة للغاية، صعبة للغاية. بينما المركز الرابع، هذا شعار بن مقارع على المركز الرابع، وهذه بنت صوغان وراشد بن بخيت بن مقارع المطوع يقودها وينطلق معها في هذا الشوط. نعم، شعار غني عن التعريف، هذا الشعار أعرفه من سنوات، أعرف هذا الشعار وأعرف إنجازات وتاريخه المشرف. بينما المركز الخامس، أشوف المركز الخامس وأشوف شوق على المركز الخامس. الله 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 الله، هذه شوق، وهزني هو الشوق، شوق
شوق هزيز غصن طاح الاوراق، وهذه شوق، وهذا ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المتواجد دائما معنا في ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، لقب بالإعصار دائما يشارك، يحب الإعصار ودائما يتابع الأشواط الرئيسية ويبحث عن الرموز، يبحث عن الرموز. يا سلام يا سلام، الطيارة في المقدمة، الطيارة 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 على المقدمة، واحجزوا التذاكر في المقدمة، والدرجة الأولى التي تحتلها هذه البكرة بشعار سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي، ولوحة اثنين، لوحة اثنين عن خط النهاية، ولا زالت الأمور مع الطيارة، لا زالت الأمور مع الطيارة، ونحن نستعد للهبوط، نستعد للهبوط هناك مع مدرج لوحة واحد، مع مدرج لوحة واحد. يا سلام، وصل الإعصار، وصل الإعصار، عصف بالطيارة الإعصار، عصف بالطيارة، والمحشادي ممثل لدولة قطر من الجانب الآخر. يا سلام، مع الشعار مهوب، ينطلق 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 بقيادة عبد الله بن صريجير الوهيبي. يا سلام يا سلام، رباعية مميزة، رباعية مميزة بين أربعة أسماء هذه اللي في المقدمة مهمة، وتليها مباشرة شوق، وتليهن الطيارة، ومعهن غيبة، ومعهن غيبة، وانضمت بنت صوغان، انضمت بنت صوغان، ونحن نستعد في هذه اللحظة لاستقبال لوحة الكيلومتر الأخير، نستقبل الكيلومتر الأخير، ولا زالت الأمور مع الإعصار، ومع مهمة، مع مهمة، ممثل الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة ينطلق في هذا الموقف، في هذه اللحظات، وهذه اللي انتزعت المقدمة، هذه شوق، هذه شوق. ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع الصدارة ومع المقدمة ومع صدارة الشوط. يا سلام، توكلنا على الله، توكلنا على الله، لوحة الكيلومتر الأخير، يلا 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 يلا، هذه لوحة الكيلومتر الأخير، وهذه شوق، وتحركت منصورة. مرحبا بهذا الشعار، السندباد القطري، السندباد القطري مع المركز الثاني، مع منصورة، معك الآمال يا بن قمرة في المركز الثاني، تنطلق منصورة، والمقدمة لازالت مع شوق الخطيرة، شوق المثيرة، شوق المتشوقة للناموس، متشوقة للناموس، ولكن التسلل، التسلل مسموح، التسلل مسموح في هذه اللحظة، تنطلق وتندفع في هذا الموقف، ويضمرها صالح بن حمد بن هاملة في هذه اللحظة. يا سلام، تحركت شوق، انطلقت شوق، وادعت شوق يا بن قمرة، راحت بالناموس. يا سلام، مشتاقة للغربية وهوى الغربي. يا سلام يا سلام، شوق شوق محمد ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، يحلق بالناموس الثاني في هذا الصباح، يحلق بعد أن حلقت مخيفة بالشوط الرئيسي. هذا هو شعاره، وهذه الإبداعات الغربية التي يقدمها من هنا من ميدان الشحانية، رقصا حيا مباشرا عبر قناة الريان يتابعها الكل. تهانينا والناموس لمالك شوق ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثاني منصورة صالح بن حمد بن قمرة، والمركز الثالث تحذير حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري، المركز الرابع غيبة عبد الله بن سعيد بن علي المحشادي، وخامس المراكز وصلت علاج أو وصلت مهمة لعبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. أيها الإخوة المتابعون، هذه لحظات وصول خط النهاية، 62 جزءا من الثانية، 28 ثانية وتسع دقائق هو توقيت صاحبة المركز الأول شوق وناصر بن محمد بن زايد الخلفاني المنصوري. أهنيه الناموس، والمركز الثاني هذه اللي ما قصرت، وهذه منصورة صالح بن حمد بن قمرة المري، توقيتها الزمني 9:28.96 جزءا من الثانية. وهني أيضا المضمر صالح بن حمد بن هاملة المري الذي قدم منصورة في هذا الشوط، ومن احتلت المركز الثالث هذه اللي تحمل الرقم 3
واحتلت المركز الثالث. هذه تحذير وحمد بن محمد بن سالم من جهوين المري، وتوقيتها 9:33 عشرة أجزاء من الثانية. أهني مالكها حمد بن محمد بن سالم من جهوين.